بحضور الشيخ محمد معضد بن هويدن وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث وسعادة سلطان بن محمد بن معضد رئيس المجلس البلدي للمدامة، تم افتتاح فعاليات أيام الشارقة التراثية في مدينة المدام بالمنطقة الوسطى. وحضر الحفل أيضا سعادة سلطان بن بطي المهيري أمين وعام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء المجالس البلدية في الديد ومليحة والوطائح. وتضمن الحفل عروضا مميزة لفرقة الريايسة الحربية وعروض الطروش وافتتاح الأجنحة التراثية المشاركة، ثم تبعها فعاليات المسرح وبعدها عرض الحرف التراثية.